برضو لافتة جدا أن عليه الصلاة والسلام رغم كل هذا الأذى وهذه المعاناة لم يكره وطنه، لم يكره مكة، ولم يكره أهلها، ولم يكره أهلها، نعم، وظل وطنه في خلد. صحيح، حتى مع الخلاف الذي على الخلاف العقائدي، أيوة، لم يكره هذا الوطن ولم يكره أهل ذلك، وظل يحن إليه، وظل يحن إليه كثيرا، حتى إنه في فتح مكة لما جاء سيدنا سعد وقال اليوم يوم الملحمة، فقال له لا يا سعد اليوم يوم المرحمة. ولما جاءوا إليه وقالوا له قال لهم يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم بعد أن مكن منهم صلى الله عليه وسلم. التاريخ كله أمام عينيه من الأذى، لكن هذه لحظة الرحمة، هذه المرحمة، اليوم يوم المرحمة، هذه شخصية رسول الله التي لا تتجزأ. ما هنا هنا السمو والتعالي على التار، وفي الغفران، وفي أشياء من هذا القبيل العظيم، بالأخلاق الجميلة، كل العبارات التي تدل على كمال الأخلاق، أيوة، وعلى السمو بالنفس وعلى الترفع عما كان، كل ذلك يمكن أن يوصف به الحال في هذا الوقت. وقد قال القرآن الكريم هو أبلغ وأجمع من كل هذه من كل هذا الكلام في قوله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. الله، هذا كلام حاسم في المسألة، في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من كمالات الأخلاق والصفات الأخلاقية، جمع فيها الكمال طبعا الذي لا يدانيه فيه أحد. من المدرسة الربانية أدبه ربه، نعم، أحسن تأديبه، أحسنت أديمه، نعم. ولذلك لما يعني ما تظنون أني فاعل بكم، وفي هنا ترفق طبعا، ترفق. والعجيب أن أهل مكة في جوابهم كأنهم يقرؤون شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعهم بطبعه، يعني هو يقول ما تظنون أني فاعل بكم، طبعا التاريخ شاهد على أذاكم لي قبل ذلك، لكنهم كأنهم يقرؤون الرحمة والخلق القويم في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمسوا المسألة وجاءوا إلى النقطة الجوهرية في شخصه صلى الله عليه وسلم، وقالوا له أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم كبيرهم، نعم، أبو سفيان، يعني نعم، أعطاهم مساحة كبيرة جدا من التبجيل والتقدير. وهكذا أنزل الناس منازلهم. بعض الناس بيظن مثلا لما تتعامل مع إنسان في مرتبة عليا يظن أنك يعني تماليه أو يعني تجامله شيء من هذا القبيل، لكن في الحقيقة أنت تنزله منزلته اللائقة به. هذا هو خلق الإسلام، أننا مع الناس جميعا ننزل الناس منازلهم، ننزل الناس منازلهم ونتعامل بالرفق واللين والرحمة مع كل أحد.